Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lillahi hamdi wa ilayhi astanid. Wa ma yanubu fa'alayhi a'tamid. Thumma ala nabiyyihi muhammadi khayru salatin wa salamin sarmadi. Ayyuhal mustami'un al-idham. Wa kama kulla na'lam ihtaflatil alamul amal jadida bikulli tarfihi wal muta'ati wal bahjati wal surur. ولكن أدعو انتباهكم إلى تعاليم دين الإسلام وثقافيتنا العريق الزاخر لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا قبل أن تحاسبوا فلا بد للمؤمن أن يستعد كل الاستعداد لأعمال الصالحات وأن يبادر إلى الخيرات ولا فرق فيه عام جديد وغيرها ولكن إذا أمعنا أنظارنا إلى ما حولنا كثيرا ما بلغوا قمة التكنولوجيا وتسنموا هرم التقنية ولكن لأن عقولهم قد تتجمد وتتحنت بالثقافي المليء بالخرافات والخزعبلات فلا بد لنا أن نستعد كل الاستعداد إلى الأعمال لأعمال الصالحات كما قال APJ عبد الكلام ignite the mind of the youth is the most powerful resource on the earth لأن الشباب وفتوته المتدفقة ركن سعادتنا وتاج كرامتنا وركن حضارتنا فلا بد لنا أن نستعد كل الاستعداد إلى الخيرات كما قال شاعر المشهور تقوى الإله مدار كل سعادة وتباع وهو رأس شر حبائل وأشكركم شكرا جزيلا وبادروا إلى الخيرات وفقنا الله لهذا سامحوني بالختام وآخر دعوتي الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.